طيب آخر حاجة بقى، حاجة بسيطة، احنا كل حلقة بنبقى نقول على مسائل الأدوية الناقصة في السوق. الأدوية اللي احنا بنشوف ان الفترة دي ناقصة في السوق بنقول لكم على المسائل بنفس المادة بنفس الفعالية بنفس الكفاءة، خد المثيل مفيش اي فرق وما تدوخش نفسك على الدواء الناقص. اول حاجة في نوع مقوي جنسي عند الرجال اسمه تريب جولد، هو ناقص جدا في السوق زيه كافاجين او جينكوفيت بنفس الفعالية وبنفس الكفاءة. كلوميد ده بيستعمل في برامج التبويض عند السيدات اللي عندهم تأخر في الإنجاب، في حاجة زيه بالظبط اسمها تكنوفيولا. تكنوفيولا هو نفس الكلوميد، ما تدوخوش نفسكوا على الكلوميد. اكستنشن بلس بتاع الضغط، في حاجة اسمها إيربادرين ده ينافسه بالظبط. في برضه جلوكوزامين مركب بتاع الخشونة زيه بالظبط، حاجة اسمها جينوفيل. الدرمازين بتاع الحروق، في السلفرجين القديم ده نزل تاني، هو نفس الدرمازين ما تقلقوش. دوستونكس اللي هو بتاع هرمون اللبن، في حاجة زيه بالظبط اسمها كاربوستينكس، نفسه بالظبط ويمكن أرخص كمان.